نقطة ساخنة واللقاء دوما يتجدد. اليوم نحكي على موضوع كتير مهم، بضرورة تناول الغذاء السليم معرض للأمراض زي السكري زي السمنة الزائدة وأعراض الإسلامية. زغنا عن المنهج الإسلامي والديني، الألفة فيها المحبة، فيها اللقمة الطيبة، فيها ذكر الله، فيها درس نسمه، منشوف الحبايب كلها، منشوف أهل البلد. صرخة لأهل يافا، يجب أن نحافظ على المقبرة الطاسو، على النظام وعلى التنسيق مع لجنة إكرام النية. دفعوني كتير من أهل يافا أن أحكي هذا الموضوع، لأنه كتير موضوع مهم، وهو حصص الدين في المدارس. ونلاقي له حل مع البلدية عوصة المخالفات والديك هذا، لأنه الإشي كتير صار يضايق المواطن النفاوي. نعم، بدنا لجنة أباء قوية، بدنا لجنة أباء مستقلة حرة على معدلات يعني رح تنصدموا منها. بدنا إحنا إنه تنكشف كل المعطيات اللي بالمدرسة. أهم من كله إنه هنا بيافت وهذا المقطع فيش واحد يصف سيارة بده ينزل يشتري بأي دكانة أو بده ينزل يأكل، محتمل يطلع من الدكانة الوجبة تكلفه 780 شيكل. نحيي بإحياء روح المساجد بنفوس الناس، بنفوس المجتمع، إحياء نفوس الناس بصفات الحميدة، بالأخلاق. أهالي يافا، يجب أن نكون أحرار، يجب أن نكون ندافع على مدارسنا وعلى طلاب المدارس بقوتنا بوحدتنا. أغرقت المدرسة الزهراء لأسباب تافهة من بلدية تل أبيب، مش مهنية طبعا. شي كمان برمي الدخان أو برمي الكوباي، لازم نعلم أولادنا على أخلاق أساسية. هذا المجتمع سلاحه وسلاح المسلم وأي حدا هو الأخلاق، هو الأدب، هو الاحترام. هاي المينا احنا، هذا تاريخنا، هذا حضارتنا، هذا الحاضر والمستقبل، هذا الماضي. تعزيز اقتصاد البلد، مستقبل يافا هو بالمدارس. اصحوا يا اهالي يافا، اصحوا يا لجنة الاباء، اصحوا يا مؤسسات، يافا في خطر، يافا المدارس تناديكم. شبكة يافا 48 بكل ألوان الطيف.